ده حد يقول لنا هو بيطلع بالمنظر ده ولا بنعمل بيه ايه؟ ده بنعمل بيه ايه؟ ايه بت فريال بتنجان ده بت فريال يا بت. طب والله الفيديو ده يا جماعه يستاهل لايك حلو. يا جماعه دعمونا باللايكات الحلوه منكم، ربنا يسعدكم. بصوا حبه الملوخيه الخضراء، بصوا بقى الفرختين البلدي، يا سلام صني العصفور. وكل سنه وانتم طيبين يا ولادي الحلال، كل سنه وانتم طيبين، عد عليكم الايام بخير وسنه هجريه سعيده عليكم يا رب. ويوم عاشورة كان امبارح يا جماعه، بس انتوا عارفين اللي انا والله العظيم امبارح ده ما كنتش اصلا يعني. يلا الحمد لله اهو شايفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك عاملين ايه؟ الصوره محدفه كده. لا حلو. ازيك يا حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى على النبي، اكتب صلاه على النبي. اولا كده المكان قولنا ايه رايكم، احنا لسه بنكتشف في المكان، لسه هنبدا نصور في كذا مكان عشان نشوف احسن مكان للتصوير. اللي انت هتقول لنا عليه برضه. بس قبل ما نبدا ونتكلم في اي حاجه عن الفيديو، ندعي لاهلنا في فلسطين يا رب يقويهم يا رب وينصرهم، امين يا رب العالمين، ويرحم الشهداء ويشفي المصابين. وندعي بخالص الدعاء ليحيى، طفل صغير عنده 3 سنين، بيكشفوا عليه لو عنده كسر في الجمجمه. فحد كاتب في الفيديو بتاع امبارح، ادعوا له والنبي يا جماعه، ربنا يشفيه. ادعوا له بالله عليكم كده، طفل صغير ربنا يشفي يا رب وامه بالسلامه لابوهم وامين يا رب العالمين. هي اللي كاتبه على ما اعتقد هي ايلا بنت اختي، ابن اختي، ايلا بنت اختي، ايلا ابن اختي، فغالبا خالته اللي كانت كاتبه الكومنت. نبدا بقى معاكم النهارده اكل مصري اصيل قوي قوي قوي، اللي هو اكل البيت الغواصي. كل سنه وانتم طيبين عشان عاشوره. المفروض كنت عملت لكم فيديو لعاشوره وكده، يوم عاشوره والسنه الهجريه الجديده. ف وانتم طيبين وده طيب. السنه الهجريه عدى عليها اسبوع فري والله. بس احنا يا اولاد كنا في عالم تاني، احنا كنا في عالم اخر. الحمد لله انا فرشت النهارده وخلصت الفرش كله 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 كله، وصورت لكم كمان الفيديو هينزل لكم بكره يعني ان شاء الله، بعد ده على طول بكره ان شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي حلوين يا طعمين. احنا معانا بقى ريح رز، اوعى وشه. معانا بقى بتنجان، انا خايفه اشيل عشان تكون بالعبايه. معانا بقى بتنجان مقلي، اوعى وشه. ومعانا بقى سن عصفور نفس الفلفل الفريخ. نفس الفلفل بتاع اول امبارح، لو فاكرين الفيديو بتاع اول امبارح. الفيديو بتاع اول امبارح كانت هتموتني فيه. والفراخ البلدي دي كان بلدي معتبرين كده بقى، عشان نرم عظمنا بعد اللي احنا كنا فيه، نرم عظمنا. طب ناكل عشان نرم عظمنا. انت خدت طبق ايه؟ عاوز اخد ايه؟ اهو قبل ما اعمل حاجه حطيت شطه قد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الملوخيه يا ولاد، بص يا ولاد الملوخيه. انا بقيت من عشاق لسان عصفور. اوعى بسم الله اوعى وشه. الاكل ده وحشنا بقاله كتير قوي قوي، بقى لنا 5 ايام ولا حاجه. ايه التحدي؟ معلش انا هقول لكم التحدي على ايه. طب الرز التحدي على طبق. انا عارفه ان في ضلمه وفي خيالات ورانا مش قوي، بس احنا اكتشفنا ان المكان ده المفروض يتحط فيه لنده في وشنا. احنا ان شاء الله نحط لكم لنده باذن الله قريب جدا، هحط لكم لنده في المكان ده. عايزه اقول لكم التحدي على ايه. طبق الملوخيه، طبق الرز، طبق لسان العصفور، ماشي، والفراخ فرخه وهو فرخه، واللي هياكل منها اكتر. انا فرخه وهو فرخه، واللي هياكل اكتر. بنشكر الست يا فريال. انا هجيب لك على الاخر اهو. بصوا. ركزوا معايا، العيش ماليش دعوه بيه، ما قلتلوش كل بعيش. ماشي؟ لو كل بعيش انا ماليش دعوه. حتى الاولاد ياكلوا وعمالين عاملين دوشه. ما شاء الله بيجوا بالليل بقى يخلونا اتجنن. وهو يخلينا نتجنن. لا سيف وسلمى بيجوا بالليل بقى، هم نايمين طول النهار. المعلقه دي رخمه قوي. جميله جدا. بس غويطه قوي. غويطه وبتلم الرز قد كده. بتحس الاسطوم بعيد في نص الاوضه هناك. انت بعد البتنجان كده ليه؟
بتنجان ويا ابن الفاحة حاطاه في الشارع اللي هناك. ما مش طايله كده. اوعى. لا 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 لازم تدوق لسان عصفور. بس ما دقتوش. ما دقتوش؟ لا 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 دوقوا بقى دوقوا دوقوا. لا انا عاجبني البتنجان قوي. الله فلاحي. يا بيتش الفريلة يا بيت. تم الاعلان. الدنيا ضلمة ورانا قوي. لا البتنجان دوت والفلفل يا جماعة بياكل ده. اكل. شوف هتاخد انهي فرخة؟ حمر اكتر عشان اخد انا التانية. عشان ياكل اكتر بالفراخ برضو على فكرة. المشكلة اللي بتقعدي مقرياهم محفظاهم قبل الفيديو. سيب ماسك البوابة بتاع الشقة. بتاع الأوضة. الأوضة اللي فيها تكييف بس. وغالبا ده أول بابا هيبوظوه. ودن القطة. نفسي اصور لكم الفيديو وهو بيجري ورا العيال امبارح، انزله لكم على الكرم. لو انا ساعتها ما مسكتش نفسي والله العظيم شغل دماغه بالعيال، شغل دماغه بالعيال وبلعب العيال. بيجوا اخر الليل وعاوزين كل حاجه. وسلمى ديت تظبط حاجة بالليل. تضحك عليا كده؟ والله مش قادر اقول لكم طعم الفلافل عامل ازاي. تسلم ايديا وحيت رجليا. لا تسلم ايديك بجد والله. انا لسه ما خدتش لسان عصفور خالص اساسا. لا لا ذوقوا بقى ذوقوا. استنى اما اخلص الرز شويه. هيبرد. ما كده كده لسان عصفور بيبقى عليه الطبقه بتاعت ال النهارده الواحد اتهد والله العظيم. رصيت النيش وصورته لكم بقى الرصه بتاعتي. صدق نسيت اصور وانا جوه النيش. احمد كان معايا في الفيديو ولخمني. مين بقى؟ مين اللي بيغني دلوقتي؟ مين؟ مين احمد ابو تحبه؟ احمد. جرد رن. ترن ترن. قلنا لو بتبقى على عيني صوتها أحلى. خلينا نكمل أكلنا. يوم ما تكمل أكلك. طب اسكتي. نكملك بزوري. ده بقي وده زوري. الدنيا ضلمة جدا. يا لهوي. خلاص هتقعدي تقولي الفيديو تقولي ما خلاص. أيوة متضايقة عشان الأكل الحلوة دي المفروض يبقى الأوضاع حلوة يا جماعة. أنت أحلى. المفروض والله العظيم الأوضاع تبقى حلوة بقى. أنا خلصت كده الرز ها. هاكل فراخ دلوقتي. بحب البصل اللي في قلب لسان عصفور. انا ما بحبوش بصراحه. هي لندا تركب قدامنا كده يبقى تمام التمام. ما انا حطيت طب تاخد انهي فرخه؟ انا خدت من اللي جوه لقيتها متحمره. يا نقيم متحمره اللي جوه؟ اه. يا نقيم خد الفرخه الصغننه بتاعتي. انا
ده جزر محمرة الجناح وابتدي اقطعها. طب على فكرة انا خلصت، خلصت ثاني عصفور كمان. الكلام ده كله كلام فاضي، ما اقعدش معايا حاجة. ماشي يلا اما نشوف. خلصت ثاني عصفور، يلا بينا على الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. المخيف ايه؟ نشرب المخيف. تشرب المخيف. انا كسبانه كسبانه، ده انا تعبانه يعني النهارده عامل حكم حكم. انت لسه مدخله الازازه في رجلي. اه عملت عقاب حلو قوي النهارده فيه والله العظيم، انا عايزه التعب ومش قادره، وعمال اقول له يلا مش قادره، عايزه لسه نخلص نخلص، مش قادره اقف على رجلي اقسم بالله. وفي عز ده كله رحت وانا بقى بصور لكم المقدمه، رحت شايطه كوبايه كبيره بتاعت الميه، ريحه الميه مدلوشة على الكراسي. في ناس بتحب اللسان عصفور الاول وعلى الارض، بس انا بتكلم فيه هو بيقول ايه. اه وقعدت اسرق السفره وقعدنا نمسح وقعد يلم الازاز، ريحه الازاز دخلت في رجله. لا حلو لسان عصفور. شوربه الفراخ البلدي باينه فيها قوي. وادي الملوخيه، انا كسبانه النهارده بالثلث. لا وايه كسبانه بجداره بجداره. وادي الفراخ، اجي من دي عشان ادوس نفسي خالص. ما تسرعش عشان اخلص خلاص. مالكش دعوة في ايه يا حبيبي خلاص. انا باكل اهو براحتي. وانا مالي، قول لي اللي انت عايزه. تاكل براحتك، هو ده تحدي ولا ايه؟ ولا بتاكل فين انت؟ مش فاهم. انا باكل براحتي. غير بقى حلقة الفراخ ومزمزة الفراخ وطعامة الديوك البلدي. هي فعلا ليها طعم مختلف بجد. احمد ما كانش بيحبها. انا ما كنتش بحب اي حاجه غير دي، بس العظم بتاعها. انا لو كنت باكل عظم كنت زمان باكل حته بط على ما اعتقد، مش عارف وز وانا صغير قوي. فالعظم بتاعها ناشف فشكني في سقف بقي. من ساعتها ما بحبش ال تعمل زي سمير كده، كره السمك بسبب الشوكه. ما بحبش اكل سمك. هو الطبق ده انت هتجيب اللي فيه ازاي؟ حاجه حزوم بالرايح جاي. ما تروح تسيب شويه. خلصت. يجيبوا الايس كريم دلوقتي. قالوا دخل على الايس كريم. وافتحوا ايه؟ وافتحوا الحرف بتاع الغطا عشان اللي يكسب، ما تلاقيش الكسبانه يروح جاي قافلها تاني. انا هاخد غيرها. او يضحكوا عليا انا بقى. ادوها لي. بص انا اكل حته مننا عشان مش هقدر اكل فراخ كتير بجد. لو انت كلت فرختي ماشي، انا اكل حته مش هقدر اكل فراخ. انا اللي كسبت. انت اللي كسبت. لما اكيد انا اللي كسبت. يا جوكو يا جوكو يا جوكو يا جوكو يا بلد ويا بلد. اها خد. حد لمس لمسه لازم ان يلمسها زيه. لا اصل هي لمستني، اصل هو لمسني. ربنا يهديه. الباب ما لمس ايده، بس هو الباب اترزع فبستغل الموقف ده. بينادي على سمين يبقى في مصيبه حصلت.
طالما ندى على سمير كده سمير 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 يبقى في مصيبه هو عملها وهو خايف منها. ده لا مثلا حاجه ساقعه. بس بقت فتحت وسمع. قبل الصوت. ما خايفين يطلعوا يقولوا ماما. بس عادي يا هم واجعين دماغكم. احنا عارفين يا جماعه مش عارفين نسيطر عليهم بجد. اللي هو فراخه البلدي. لا خلاص انا اكلت كده الحمد لله. تسلم ايدك يا محمود على فراخك البلدي صراحه. محمود ده يا جماعه بتاع الفراخ. والله العظيم. بيتفرج علينا. بيتفرج علينا واتفرج على الفيديو بتاع الملا بتاع الرجول. بيقول لي صينيه الرجول بتاعتي، انت ما قلتيش لي الناس اللي صينيه الرجول بتاعتي. فما فاكرين الملا بتاع الرجول لما عملت احمد في الرجول. احمد لما تكون بتكلم ما تفصلنيش. لا انا عاوز افصلك. بتخش في حاجات غريبه كده. انا خلصت خلصت. هو ده تحدي. انا خلصت على فكره، بص الفرخه. اتبسطت من الاكل. بجد. طب بتفصلني ليه من الكلام؟ عشان تبطلي الرغي، انت بتمسكي ما بتبطليش. اعوذ بالله. يلا بقى على العقوق. لا انا انبسطت. بس انبسطت اكتر من كده مش عارف انا ايه. هتمنى الله يبطني. احب مصمص قوي الفراخ البلدي صراحه. تبقى مسكره. الباذنجان فص الثوم اللي فيه مع التتبيله بتاعته حكايه. حد بيرن هو كده بيصور بقى ولا واقف؟ بيصور بس ما بيشغلش باين الصوت. الصوت؟ شغلش الصوت بتاعنا. طب اقفلي. اقفل انا لو اتحركت من هنا مش هعرف ارجعها تاني. ماشي. تليفوني رن ترن 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 ترن. والله يا جماعه بصوا بصوا عملنا انكاس. انكاس. احنا كنا جعانين ولا ايه؟ قوي. اه والله احنا كنا جعانين على فكره. الساعه 1 بالليل. الساعه 1؟ اه لسه مخلصين دلوقتي كل حاجه. لسه في حد الساعه 6 على ما ينام. انا هاكل واشرب لي سجاره وراح اجي اضرب العواف عن شغل الصبح. مش قادر. في عقاب معلش. براحتك. ايوه يعني احنا اللي عملنا ده كله المفروض اعمل فيك. قلت لك براحتك قولي اهو اهو. بس انا مستني تقولي. اتفضلي اهو. هات رغيف عيش. هتاكلي لسه عيش؟ هات انا هزاي. خدي. اهو يا ام احمد عشان ما تزعليش. عشان ما تزعليش وتتضايقي. عشان ماشي يا ام احمد. والله ما اكل شطه. اهو. والله ما اكل شطه. مش هاكل شطه بس ما ده غبي عيش. لا لا مش هاكل والله ولا بعيش ولا بره عيش. ماشي يا ام احمد. انا مفيش مكان ليه. انت مرضيه يا اما. انا مفيش مكان ليه بجد. لا 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 قولي. بص انا اي عقاب كده في المحمول. انا شطه تاني والله بسبب المره بتاعت اول امبارح. لا شفتي يا ام احمد جدها تعالي عليه الضغط الدنيا حر حرام عليكي. لا والله هات شنطتك وتعالي يا احمد. المره اللي فاتت والله ما كنت قادر. ده انا عيني ايه نورت. ده قعد اليوم كله لحد ما نام وصحي الصبح وهو متدمر من قرن الفلفل اللي كله. ايه ده يا احمد؟ طب انا حطيته في عيش دلوقتي يا جماعه. والنبي لو حطيتيه في جيبك حتى. احطه لك في بقي. حطيه في بقي. طب خد كل قرن كل رغيف العيش حيف. هذه الاكله دي كلها يا جماعه لازم يطر بالعيش مسكر. يا ولاد انا عاوز اكل مش قادر اكل. الحظ ده مش عارف انا ايه. ماليش دعوه. لا لا بجد هيبقى تقيل قوي. شوفوا بقى اتفرجوا انتوا بقى. بس انت بقى اتفرجوا ما اتفرج. ماشي ماشي ماشي. لا لا خلاص خلاص ما تاكلش عيش. خلاص خلاص ما تروحش تقول انت هتحاكمنا انا هقعد الكرشي. حرام عليكي. عينيا عينيا. حرام عليكي كرشي. وبعدين مش هيعمل كرشي. لا والنبي سيب الرغيف العيش. انا بدات خلاص. سيب الرغيف العيش. هتقول بقى كل والله العظيم هيعاقبنا انا. لا بس انا هعمله لها بقى. خليها تاكل رغيف العيش. يا عم خلاص كل الامبوله بتاعت الفرخ. لا انا اكل كل الامبوله. خلاص كل الامبوله سيب الرغيف. اهي حته صغننه. بص يا جماعه حته صغننه. بص اهي دي الامبوله. كل
غلط كل الابولة يا احمد، يلا سيب العيش. طب انا غلطانه عشان بس لو جه قال لي بطني والله ما ارد عليه، بس عشان هيبقى بطني كرش. حرام عليكي حرام عليكي، مش قادر. بحب الاسم مش عارف ابلع لوحده. ام احمد هتيجي تقول ايه بقى؟ اكلت الواد عيش. ايه يا ام احمد في حبيبتي؟ خديه عندك يا امه. انا غالي في ام احمد. هو يا حبيبتي لما بيعمل فيا يا اما عقبات ما بتتصليش، بتقولي له ليه حرام عليك يا احمد اللي انت عملته، بتبقي فرحانه وتقعدي تضحكي. ايوه تستاهلي يا فرياه، صح يا ام احمد؟ طلعتي ما بتحبنيش. في ناس كتير قوي بتفرح فيا في العقبات، طب ما تفرحوش في ليه؟ نعم نعم. مش حد يتبنى والله. خلاص كفايه كفايه عشان ما يتضايق، ما يعاقبنيش انا والله. بص يا حبايب قلبي، بالنسبه للمكان دوت احنا عارفين اللي هو في خيال، عارفين اللي هو هو متلم شويه ماشي. ان شاء الله هنظبط لكم، نحط لكم اضاءه هنا، هنحط لكم كشاف هنا كده حلو. دوت اللي ناقص بقى ماشي، هنحط هنا كشاف كبير كده في العمود ده، حتى في العمود او لا في العمود مش هينفع جنبي كده حتى. المشكلة هنا بس عاوزين برضك زرار. الزراير اهي. زرار اهي، ما عاوزين السلك اللي هيمشي فيه. هو قصة الزرار هيتحط فين؟ ده انا اديت اوعى الفيشتين، ده انا عملت تحت فيشتين. قلت عشان نستخدمه في التصوير بس الكلمة مدارية. لا انا عادي هنستخدمه. بص يا حبايب قلبي، انا صورت لكم فيديو بالعفش كله بعد ما خلصنا وفرشنا والشقة كلها، وريت لكم كل حاجة. هنزل لكم بكرة ان شاء الله بإذن الله. بس ما تهتموش بالفيديو قوي، بس اهتموا بالعمودين. رأيكم في العمودين؟ عجبوكوا اكتبوا في الكومنتات. مش عارفه عمودين هي مو قالت عليهم عمودين ايه؟ مش فاكر عمود ايه؟ مش فاكر، مش عارفه قالت عليهم عمود ايه؟ لا انت عارف انا عنده العمود. انت عارف مركزين ليه في العمود؟ لان العمود ده تعبني جدا 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 جدا. بتضايق قوي من جدا جدا. اه والله بتضايق منها قوي. اقعد اقول ما تقولش جدا 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 اللي بتسافر بيها دي. فكيته العمود ده اتفك ثلاث اربع مرات. وحاسس ان هو حاجه صغيره قد كده، ما لا يعني مش هي مديها شكل ديكوري كده. انا صورت لكم الشقه كلها وريتها لكم. بكره ان شاء الله هينزل لكم، يعني ده يعتبر اول فيديو تحدي معتبر عكا. بس اللي ضايقني بقى الاضاءه، ان شاء الله باذن الله هنظبط لكم على فكره الاضاءه ممكن تطلع في فيديو كويس. يا رب يا مسهل الحال. يلا حبايب قلبي حطوا لك حلوه الجلابيه. وانا طالع اسمر كده شويه. بس ايه رايكم في الجلابيه؟ الجلابيه ايه رايكم في الزنط ده؟ ويلك ويلك. ايه رايكم ده؟ حد يقول لنا هو بيطلع بالمنظر ده ولا بنعمل بيه ايه ده؟ ده بنعمل بيه ايه؟ ده بيبقى فيه حبل، كان فيه حبل. اه. والله كان فيه حبل طويل. اه. والله العظيم. اه. طب ايه استفدنا ايه لما عرفنا ان كان فيه حبل؟ يلا يا جماعه حطوا لنا لايك حلو يا جماعه، ربنا يخليكم لينا على الفيسبوك إيه؟ يوميات احمد وفريال. استفدت ايه يعني؟ وعد احنا بقول لهم ده بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ ده بيهشتكوا بيه العيل كده. اه. ماشي يا جماعه، حطوا لنا لايك حلو بقى، لايك جميل، ربنا يخليكم لينا على الفيسبوك. عايزه تقلش عليا فريال، هتلاقوا في اول تعليق مسبق. قبل ما نختم وعلى تيك توك احمد وفريال. قبل ما نختم ندعي لنا في فلسطين، ربنا يا رب يقويهم وينصرهم، امين يا رب العالمين. امين. ويرحم يا رب الشهداء ويشفي المصابين. وندعو ليحيى ولد صغير عنده 3 سنين، ادعوا له ربنا يشفيه يا رب العالمين. يا حبيبي يا رب يعافيك. في كسر في الجمجمه وحاجه زي كده. وقبل ما اختم الفيديو بشكر جدا حمدان في السعوديه، اتصل بصراحه ربنا واطمن على المسامير. شكرا يا حمدان. فحد حد يعز عليا قوي، ففرحني بصراحه ربنا باتصاله وسؤاله. ربنا يبارك له يا رب وما يشوفش شر في حد عزيز عليه. امين يا رب. امين رب العالمين. حبايبي في حد كان باعت لي على الواتس ان انا اقول اسمع اولاده هيفرحوا جدا عشان بيتفرجوا عليا. والله العظيم انا نسيت ولسه فاكره دلوقتي. حقك عليا يا روحي، حقكم عليا والله. هشوف لكم الواتس ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. يلا السلام عليكم.